برأيك أستاذ زياد، في جهات منظمة تقف خلف البروباغندا الإعلامية مش اللي جهات، تتعرض لها من حين إلى آخر؟ جهة واحدة جهة واحدة؟ طبعا. مش هلا بيلتقوا مع ناس بيبقوا في تراتبية يعني، أي. بس بتعرف كيف المواقع بتنقل عن بعض؟ يعني رحنا لنتشكى على يعني الأمن العام بخصوص مكتب مكافحة الجريمة الإلكترونية والسرقة وهذا، اخذين لهم معنا في 45 موقع مش لإلي. ففاجئونا انه شو 45؟ عندكم شي 150 واحد باسمك. قال لي هو توقيفهم يعني تدريجي، بده يكونوا طويل، واذا ما اذيوك بشي، اذا موقع ما اذاك بشي امنيا يعني او شي، خلي شو هذا عمول موقعك انت بيروحوا. فنحن بطور تحضير موقع. طيب استاذ زياد، بهالسنتين واربع اشهر عم طول عليك؟ لا لا هيك منيح، حسك لا لا هيك منيح الايقاع. بهالسنتين واربع اشهر فيك تتمرق لنا شيء قلم؟ يا حول القلم حدك والورقة حدك، انت بس اطلب. منين عم يجوا؟ شايف نحن كن فيكون دغري. كمين يعني. بهالسنتين واربع اشهر اللي كنت غايب فيهم، يعني شو كنت عم تعمل؟ كنت عم بعمل اللي علي. مثل يعني شو؟ كنت عم نظف، عم تعزل يعني، اذا بتعرف قد ايه عمري بتفهم علي يعني. نصحني شخص صديق قال لي بدك تروق، صديق بيعرفني من عمر مبكر يعني كثير، وكان يعزف معنا وهاجر، هاجر على امريكا، بيجي احيانا فشافني انه ماني مزبوط على بعض بالمره يعني، لا عم بحكي مع حدا ولا عم بعمل شيء اطلاقا يعني، انه ومنا طلعت برايي الحكيم منا اكتئاب ومنا شيء. قال لي انت اخذ قرار توقف الشغل، وعم بسألك شو عندك شيء تاني بالحياة غير الشغل؟ قلت له لسوء الحظ ما عندي غير الشغل. قال لي بشو بتتسلى؟ قلت له بالشغل. طيب أصحابك مين؟ قلت له من الشغل. هالقد مسكون بالشغل، مسكون بالشغل. والمشكلة إنه يا بتشتغل كل شيء مع بعضه يا ما بتشتغل شيء. يا ما بتشتغل شيء. أنت بهالسنة وأربع أشهر ما كنت عم تشتغل شيء عمليا. لا بس طلعت إنه قريت كثير يعني، أشياء شيلها على جنب. بس عم بحكي عمل منتج يعني، ما كان عمل منتج فلوس؟ لا.